مرحبا بالمشاهدين مع جديد اخبار المسلسلات التركية. مسلسل تركي جديد ومن الابطال؟ اعلن وقبل اسابيع بان صناع مسلسل قطاع الطرق على استعداد لانتاج مسلسل جديد، ولكن الطابع الغالب على المسلسل الجديد هو رومانسي، وهو ما يشير اليه اسم المسلسل، وهو حب بلا حدود. وقصة المسلسل عن حكاية انتقام، وبطلة الحكاية هي الممثلة هلال التنبلك، وقريبا سيكشف عن باقي اسماء طاقم الممثلين، والمسلسل سوف يكون لصالح قناة فوكس. ما هو مصير مسلسل وجع القلب؟ أشرت لكم سابقا في أحد الفيديوهات بأن مسلسل وجع القلب سوف يتألف من موسم واحد فقط، ذلك وبنهاية المسلسل نهائيا عند الحلقة 28، ولكن قد تقوم القناة العارضة للمسلسل، وليس أكيد، بالتراجع عن قرارها وبتقديم فرصة ذهبية للمسلسل، وهو باستمراره لموسم ثاني، ولكن فرصة حدوث هذا الشيء هو ضئيل جدا نظرا لما قام به نجم مسلسل وجع القلب وهو الممثل جمال توكتاش، وهو بذهابه وعلى هواه إلى طاقم الدراما الصيفية الجديدة المدار دون تقديم انسحاب رسمي لشركة إنتاج مسلسل وجع القلب، وبسبب فعلته قامت الشركة برفع دعوة قضائية عليه. إذن وبالنظر إلى ماذا يدور في كواليس المسلسل من انسحاب واهتمام نجوم المسلسل بعروض أخرى، فيبدو أن نهاية المسلسل سوف تكون عند الحلقة 28. أما والخبر الصادم والمؤسف لمتابعي مسلسل ابن القناص ومنهم أنا، وهو هنالك احتمال على أن المسلسل سوف يودع الشاشة دون نهاية، حيث أن الطاقم قد انتهوا من تصوير الحلقة السابعة، وشركة الإنتاج أخبرت الطاقم بأن الحلقة السابعة هي الحلقة الختامية للموسم الأول، ومن ثم سيعودوا من جديد لتصوير الموسم الثاني في شهر أغسطس القادم. ولكن وإلى الآن قناة فوكس لم تعطي الإذن لشركة الإنتاج للاستعداد لتصوير الموسم الثاني، وهذا يشير بأن المسلسل قد يودع الشاشة دون نهاية ووضع نقطة النهاية لقصة المسلسل، حيث هنالك احتمال كبير جدا وهو أن قناة فوكس سوف تتخلى عن المسلسل، وببساطة كون أن المسلسل لم ينل عن نسب مشاهدة مرضية. حفل وداع مسلسل فتاة النافذة. أقيم ليلة البارحة حفل وداع مسلسل فتاة النافذة، وللتذكير لم يتبقى سوى 3 حلقات على وداع مسلسل فتاة النافذة، والحلقة الأخيرة هي 82، والتي سوف تعرض في أمسية اليوم 8 من شهر يونيو القادم. bittiği için çok üzgün. Bu çok kıymetli bir şey aslında. ومن احتفلوا ايضا طاقم مسلسل شراب التوت، حيث احتفلوا بنهاية تصوير الموسم الاول، ومع العلم يوجد موسم ثاني سوف يعرض في شهر سبتمبر القادم، اي بعد 3 أشهر ونصف من الان. Thank you.
الانسحاب من البطولة. قررت الممثلة إسراء بلقيتش الانسحاب من بطولة مسلسل ليبقى سرا من بعد أن كان من المفترض أن تكون هي شريكة الممثل شكرو أزيادز في بطولة المسلسل، ويأتي قرار انسحابها بسبب جدول أعمالها المزدحم بجانب دراستها، حيث وللعلم الممثلة إسراء تدرس حاليا القانون، وقريبا سوف يعلن عن اسم الممثلة البديلة. وللتذكير هذا المسلسل مخصص للجمهور خارج تركيا، ومن ثم سيعرض لاحقا داخل تركيا على قناة فوكس. إلغاء فيلم التفاحة الممنوعة. كان من المخطط بأن أحد المنصات الرقمية على استعداد في فصل الصيف المقبل لتصوير فيلم يختصر أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة، والذي استمر على مدار 6 مواسم، ولكن هذه الفكرة ألغيت بالكامل ولن يقوموا بتصوير الفيلم. وهذه الصور تجمع أبطال الدراما الصيفية الجديدة المدار من كواليس المسلسل، وهذا هو البوستر الجديد لمسلسل البحث، والذي سيطرح للمشاهدة عبر الانترنت في اليوم 14 من شهر يونيو القادم. وقصة المسلسل وباختصار عن بحث فتاة لصديقتها من بعد اختفائها المفاجئ. المسلسل الجديد حجر الأمنيات، وهي دراما جديدة تدور أحداثها في 80s القرن الماضي، وأبطال المسلسل هم كل من الممثل صالح بادمجي والممثلة هازال سوباشي. وقريبا سوف يبدأ بتصوير المسلسل بقيادة المخرج ألتان دونماز، ومن أشهر المسلسلات التي أخرجها في الماضي هو مسلسل أنت أطرق بابي. أصداء عالمية لمسلسل الطائر الرفراف. الأحداث المذهلة التي شهدتها الحلقة 32 و33 من مسلسل الطائر الرفراف جعلت من المسلسل وبالحرف الواحد يرفرف عالميا، ذلك وعلى حسب الموقع العالمي IMDb، حيث وكما ترون أمامكم بأنه على حسب مشاهدي المسلسل بأن الحلقة 32 و33 هما الأفضل والأقوى حتى الآن منذ بداية المسلسل، كما أن أداء الممثل مارت رمضان أشاد به الكثير من مشاهدي المسلسل من بعد مشاهدتهم للحلقات التي عرضت مؤخرا من المسلسل، كما أن أصداء هذه الحلقات بالفعل قد حققت انتشارا واسعا، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أمريكا وألمانيا وبالطبع من الشرق الأوسط ردات فعلهم على الأحداث التي تشهدها مؤخرا أحداث مسلسل الطائر الرفراف. Bruh, like if you know what happened, you already know what happened. Oh my gosh. This is not gonna end well for anybody. Oh my gosh. İçimde bir şey